لسه بس ما بدأش. كده المفروض بدأ التسجيل. طيب هنبدأ نتعرف على الكيمياء بتاعت الفيتامينز، ونشوف ايه قصة الفيتامينز دي وانواعها. فمبدئيا الفيتامينات يا جماعة قسموها زي ما انتم عارفين، احنا بنحب ككيمياء بنحب كل شوية كلاسيفيكيشن. قسموا الفيتامينات دي لفيتامينات دايبة في الدهون اللي اسمها فات سوليبل فيتامينز، ودي بتشمل 4 انواع: فيتامين ايه وفيتامين دي وفيتامين كي وفيتامين اي. وفي الفيتامينات الدايبه في الميه سموها ووتر سوليبل فيتامينز، بتشمل نوعين: فيتامين سي وفيتامين بي كومبلكس. لو بدانا ايه طب الفروق ما بينهم، مهم خالص اعرف ايه الفرق ما بين الفات سوليبل فيتامينز والووتر سوليبل فيتامينز. الفات سوليبل فيتامينز اسمها دي دايبه في الدهون، فهي فات سوليبل يعني ما بتحبش الميه، لايبو يعني هيدروفوبيك. لكن الووتر سوليبل دي بتدوب في الميه، عشان كده بنسميها هيدروفيليك او ووتر سوليبل. الفات سوليبل عشان ما بتدوبش في الميه محتاجه حد يسهل الامتصاص بتاعها، لان احنا الميديا بتاعت الجسم بتاعتنا مائيه او اكوس، فهي عشان تتحول لووتر سوليبل كومبلكس محتاجه البايل سولت عشان تسهل امتصاصها، بينما الووتر سوليبل فيتامينز مش محتاجه البايل سولت. الفات سوليبل فيتامينز بتتخزن في جسمنا، ودي حاجه وحشه. ليه؟ ما ينفعش تاخد الفات سوليبل فيتامينز يوميا يا جماعه، لان هي بتتراكم في جسمك، فممكن لايب ان يحصل لك منها توكسيستي او سميه. لكن الووتر سوليبل فيتامينز التشو ستورز بتاعتها مينيمال، فمش بتتخزن في الجسم، فبالتالي مش يعني صعب ان يحصل منها توكسيستي حتى لو خدتها يوميا. وديكم اكزامبل، مثلا الفيتامين بي كومبلكس، الحقن الحمراء بتاعت الفيتامينات ديت، في دكتور تلقاه وصفها لك كل 3 ايام حقن عضل، في دكتور يقول لك كل اسبوع حقن عضل، في دكتور يقول لك كل يومين، في دكتور يقول لك يوم بعد يوم براحته. لو خدها يوميا مفيش مشكله، بس مشكله الانجكشن بتاعت الفيتامينز دي بتبقى بينفول شويه. اللي عايز اوصله لكم ده ما فيهاش سميه منها، فبراحته، لان الجسم بياخد احتياجه منها ويطرد الباقي في الفيسز واليورين. لكن اللجلج منه الفات سوليبل فيتامينز ده ما يتاخدش طبعا. يعني فور اكزامبل فيتامين دي تلقى الدكتور وصفه يقول لك حقنتين فاصل بينهم شهر، واخدين بالكم؟ ما ينفعش اقول لهم ياخد حقنه فيتامين دي كل اسبوع حقنه، ولا كل يومين حقنه زي ما بوصف في الووتر سوليبل فيتامينز، لان ممكن يحصل سميه. اخر بوينت بس الفرق، الاكزامبل بتاع كل واحده فيهم، الفات سوليبل فيتامينز دي بتشمل الفيتامين اي والدي والكي والاي، بينما الووتر سوليبل فيتامينز بتشمل فيتامين سي وبي كومبلكس. احنا هنبدا الفات سوليبل فيتامينز، واولهم الفيتامين ايه، وتلقوا في كل فيتامين يا جماعه ليه اسماء اخرى، سواء الاسماء دي ريليتد للفانكشن بتاعته او ريليتد للكيمستري، فمهمه خالص ان احنا نعرفها، لان بيجي سؤال ام سي كيو يقول لك الاذر نيم بتاع الفيتامين ده اسمه ايه. ثانيا، اي فيتامين لازم نتكلم كلمتين على الكيمستري بتاعته، على السورسز او مصادره، على الفانكشن بتاعته، وعلى الديفيشنسي ايه اسبابه واعراضه ايه، اللي هو اسباب النقص واعراض النقص بتاع الفيتامين ده ايه. صراحه كان في عنصرين تاني بس احنا يعني مش هنجيب سيرتهم، اللي هو الديلي ريكويرمنت، يعني عشان ما نلخبطكمش كلها ارقام هتتلخبطوا فيها، المفروض الشخص منين ياخد كام انترناشونال يونت او مايكرو جرام او ملي جرام من الفيتامين ده يوميا. والفيتامين توكسيستي، ودي برده مش هنقولها لكم، انا اللي يهمني السورسز والفانكشن والديفيشنسي، ولو في حاجه على الكيمستري بنقولها. فلو بدانا بفيتامين ايه، الاذر نيم بتاعته اسمه انتي نايت بلايندنس، او الفيتامين مضاد للعشاء الليلي او العمل الليلي، واسمه الانتي زيرو السلمي، او الفيتامين مضاد لجفاف العين. هو موجود، هناخد بقى شويه في الكيمياء بتاعته، هو موجود في 3 اشكال. الشكل الاول اللي هو الالكحوليك فورم، اللي هي موجود فيه الالكحوليك جروب اللي هي CH2OH واسمه ريتينول. الشكل الثاني هو الالدهايد فورم، اللي هو فيه الالدهايد جروب واسمه ريتينال الالدهايد، ده في منه 2 ايزومر 11 سيس ريتينال، وده اللي هو الاكتيف فورم، واولي ترانس ريتينال اللي هو الان اكتيف فورم. طب ايه الفرق ما بينهم؟ والله دي حاجه ليها علاقه بالاستراكشر يا جماعه، بيشوفوا ترتيب ذرات الهيدروجين على الاكسس بتاع الدبل بوند ما بين الكربون رقم 11 و12، هل هم موجودين على نفس الناحيه فسميه سيس، ولا موجودين على ناحيتين مختلفين فسميه ترانس. لكن دي انا ما تهمنيش سبب التسميه ايه، قد ما يهمني انكم تعرفوا ان 11 سيس ريتينال ده الاكتيف فورم اوف فيتامين اي، بينما اولي ترانس ريتينال ده الان اكتيف فورم. طيب الصوره الاخيره ليه، احنا خدنا الالكحول والالدهايد فورم، يتبقى الاسيد فورم وهو اسمه ريتينويك اسيد، ده بيبقى فيه الاسيد جروب اللي هي الكربوكسيليك جروب. مصادر
فيتامين ايه في منه حاجتين بقى، في ما في عندنا برو فيتامين ايه اللي هي بتتحول في الجسم الفيتامين ايه اللي هي يعتبر بريكرسر لفيتامين ايه، ودي اسمها كاروتينز، ودي في منها اربع انواع الفا وبيتا وجاما كاروتينز وكريبتوزانسين. هو كل واحد فيهم بيدي يعني بيدي 2 مولكيول من، او ايه السبب ليه الكاروتين بتدي فيتامين ايه؟ عشان في الاستراكشر الكيميائي بتاعهم فيها رينج اسمها بيتا ايونون رينج، فتلقى كلهم بيدوا 2 فيتامين ايه مولكيول عشان كلهم فيهم 2 بيتا ايونون رينج، ما عدا البيتا كاروتين الوحيده اللي فيها 1 بيتا ايونون رينج فبتدي 1 مولكيول اوف فيتامين ايه. موجودين ليه مصادر نباتية ومصادر حيوانية الكاروتينز ديت. المصادر النباتية موجود في الخضار اللي هو ليه ألوان زي مثلا الطماطم، الجزر، الكاروت، الفلفل الألوان، وكمان ليه مصادر حيوانية زي اللبن وصفار البيض. أما لو تكلمنا عن مصادر فيتامين A فهو ملهوش، الفرق الوحيد بينه وبين البرو فيتامين A يا جماعة إن الفيتامين A ملهوش أي مصادر نباتية، موجود فقط في المصادر الحيوانية فقط زي اللبن والبيض أو صفار البيض. طيب عرفنا مصادره، تعال نشوف الوظيفة بتاعت الفيتامين A. والله فيتامين A ليه دور في الرؤية اللي هي الرؤية الليلية. طيب علشان اعرف دوره في الرؤيه الليليه بيقول لك اولا في نوعين من المستقبلات او ريسبتور موجوده في الشبكيه بتاعه العين بتاعه الانسان، في نوع اسمه كون ريسبتور وده مسؤول عن الفيجن او الرؤيه النهاريه ورؤيه الالوان او الكلر فيجن، ودي مش موضع حد، لكن في ريسبتور تانية اسمها الرود ريسبتور دي مسؤوله عن الرؤيه في الضوء الخافت اللي هو الفيجن ان ديم لايت والنايت فيجن اللي هي الرؤيه الليليه او النايت فيجن. دي بقى اللي يتمنا، والليجوين ريسبتور دي فيها صبغه حساسه للضوء او فوتو سنسيتيف بيجمنت اسمها رودوبسين، والرودوبسين ده عباره عن حاجتين، عباره عن الاكتيف الدهايد فورم اوف فيتامين اي اللي هو 11 سيس ريتينال وبروتين اسمه الاوبسين. طيب عايزين نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط او السايكل نفسها. قال لك زي ما انتم شايفين في الرسمه انا عندي الرودوبسين اللي هو عباره عن 11 سيس ريتينال والاوبسين، اول ما يضوء على عين الانسان اللي هو الضوء الخافت يبدا يحصل كونفورميشنال تشينجز، يتحول الى اربع مركبات ورا بعض، باث رودوبسين، ليومي رودوبسين، ميتا رودوبسين 1، ميتا رودوبسين 2. الكونفورميشنال تشينجز دي بتنشا عنها تو ايفنت. الايفنت الاولاني ان بيبدا يحصل ان الكالسيوم تبدا يحصل لها بامبنج اوت من الممبرين بتاع الروت ريسبتور، وتبدا تعملي انيشيشن لنيرف امبلس في الاوبتيك نيرف عشان يروح في العصب البصري، يروح اشارات عصبيه لمركز الرؤيه في المخ عشان يبدا يستقبل الضوء الخافت ده وتبدا انت تشوف الضوء الخافت ده. ده اول ايفنت. الايفنت اللي بعد كده ان هو الميتر دوبس دو ده اصلا بيلقى اوتوماتيك بيجا ما فيهوش الاكتيف الدهايد فورم، ده بيجا فيها الان اكتيف الدهايد فورم اوف فيتامين اي اللي هو اسمه اول ترانس ريتينال، فيبدا يتفك يعني يتكسر الى اول ترانس ريتينال واوبسين. الاوبسين ده بروتين بيتحلل الامينو اسيد او بيعاد استخدامه مره ثانيه، لكن الاول ترانس ريتينال لازم يتحول للاكتيف فورم عشان نقدر يمسك في الاوبسين مره ثانيه عاد السايكل عشان نسميها رودوبسين سايكل. طب ازاي يتحول من 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 اول ترانس ل 11 سيست؟ تقول لي مش هم ايزومر لبعض؟ طب ما اكيد في انزيم اسمه ايزومريز يحول الاول ترانس مباشره ل 11 سيست ريتينال، فعلا وده موجود في الريتنا حتى بيسموه ريتينال ايزومريز، بس بصراحه عشان جسم الانسان معقد شويه ده الماينور بس وي او شويه صغيرين بيحصل لهم يتحولوا مباشره للاكتيف الدهايد فورم، الا انه في بسوي تاني بيحصل في الكبد، عشان كده الكبد مهم في الفيتامين اي. ولو فاكرين المينرال اللي هو كان بيحول المهم عشان يعني يخلي الفيتامين اي يتحول للاكتيف فورم، فاكرينه انهي مينرال من المينرالز اللي اخذناها قبل كده ليه علاقه بالفيتامين اي في الليفر؟ خدناها في المينرالز، فاكرين؟ ايرن ولا كبر ولا زنك؟ برافو عليك، الزنك. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قال لك في الليفر يروح الاول ترانس ريتينال اضيف له هيدروجين يحصل له ريدكشن فيتحول من الالدهايد الكحوليك فورم جسمه اول ترانس ريتينول، اول دي يعني الكحول، وبعد كده بالايزومريز يتحول ل 11 سيس بس ما زال ريتينول، وبعد كده اشيل الهيدروجين مره ثانيه بدي هيدروجينيز فيتحول ل 11 سيس ريتينال، بيجا خلاص ده الاكتيف الدايت فورم اوف فيتامين اي، يمسك في الاوبسين ويديني الرودوبسين وتتكرر السايكل علشان الرؤيه.
طيب ده الرول الاولاني بتاع الفيتامين ايه في الفيجن، لكن كمان في فانكشن للفيتامين ايه هو في الاسيد فورم اللي هو ريتينويك اسيد، وبيسموه هرمون ايه مش فيتامين ايه لما يبقى في الاسيد فورم. ليه؟ لان الاكشن بتاعته بتشبه الهرمونات، عشان يؤدي الفانكشن بتاعته لازم يمسك في ريسبتور ويعمل لي هرمون ريسبتور او فيتامين ريسبتور كومبلكس. بصراحه ليه فانكشنز كتير الريتينويك اسيد ديت، مهمه علشان تصنيع الجلايكوبروتينز لو فاكرينها اللي قلنا موجوده في الميوكوز في الميوكوزا بتاعت او الميوسين بتاعت جي تي وريسبيراتوري وجينت يورينري سيستم، مهم خالص تصنيع اللانج سيرفكتن، مهم برضو تصنيع البروتين بينقل الحديد من اماكن امتصاص لاماكن استخدام اللي هو ترانسفيرين، مهم برضو للنورمال جروس بتاع البون لان هو بينظم النشاط بتاع الاوستيوبلاست او البون فورمينج سيل والاوستيوبلاست او البون ايتينج سيل، مهم عشان عمليه التكاثر لان هو مهم لنمو الخصيه ويخليها تفرز الهرمونات بتاعتها، ومهم لعمليه الاخصاب او الفيرتلايزيشن، كمان مهم علشان الغده اللي فوق الكلى او الادرينال كورتيكال جلاند تفرز الهرمونات بتاعتها وخاصه هرمونات الجلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزون. وفي ثلاثه فانكشن بنقولهم لبعض الفيتامينز مش في كل الفيتامينز، بنقول بصراحه يعني دي شغل ابحاث اثبتت ان هو ممكن يبقى لها الفانكشنز دي بس هي مش اساسيه، يعني مش معنى كده مثلا ما اقول انتي كانسر يعني هو مضاد للسرطان، يعني لو خدت فيتامين ايه مش هيجين كانسر خالص، لا هو قد يحميك من الكانسر، او ليجو الناس اللي عندها كانسر بيبقى عندها فيتامين ايه قليل عن الناس اللي ما عندهاش كانسر، فتستنتجوا ان هو ممكن يبقى ليه انتي كانسر افكت. مهم ان هو امينو ستيمولانت او محفز للجهاز المناعي، وكمان انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده، وهنعرف قصه الاكسده ديت مهمه خالص. قال لك انه جسمك دايما بيطلع اوكسيدنت او مواد مؤكسده، انت ممكن لما تبقى متعرض لستريس اي ضغط عصبي او نفسي بيخلي جسمك يكون مواد مؤكسده. طب ممكن تتعرض لمواد مؤكسده في الشارع؟ زي موجود زي العادم بتاع السيارات زي الدخان، لو واحد جاب شجره لينه كده وحطها ايه وحط عليها شويه اسمه ايه ده مازوت عشان يتدفى بالليل بقى في الشتاء، ده بيطلع شويه دخان الاول خالص كتيره خالص من الخشبه دي قبل ما تولع، فدي مليانه بالاكسيدنت. طيب هل الاكسيدنت دي ضاره؟ قال لك قال لك لان هي بتخليك تعجز بدري ويحصل لك كل الامراض اللي في الدنيا زي سرطان، امراض مناعه، سكر، ضغط، ميه بيضه، ميه زرقاء، كل الامراض في الدنيا بيكون سببها زياده في الاوكسيديتيف في الاكسيدنت. عشان كده دايما اي حد جاك متعصب هدي اعصابك، يعني ايه ما تجيش على نفسك جامد علشان بالتدريج تلقى نفسك خسرت نفسك، عشان بيبدا تتكون حاجات مش كويسه في جسمك تبدا تاثر عليك على اللونج ران. فقال لك طب خلاص يبقى احنا ربنا اكيد خلق حاجه مضاده للاكسيدنت دي، فهو فعلا خلق انتي اوكسيدنت في جسمك طبيعيه، وفي انتي اوكسيدنت في الاكل بتاعنا منها فيتامين ايه، حتى يقول لك المواد دي يقول لك دي بتساعد على نضاره البشره، بتساعد على طول العمر او تمنع الشيخوخه المبكره. هو الكلام ده مظبوط على فكره لان هو بيزيح اي اوكسيدنت سبستانس، يعني انت وتسمع مثلا او بتذاكر الامتحان بيتكون اوكسيدنت في جسمك، فانت لازم تبقى تاكل فاكهه كتير فريش في الفتره ديت او خضار علشان مليان بالانتي اوكسيدنت، فيحافظ على سلامتك وتعدي بسلام من ال 60 امتحان او 90 او 100 امتحان هتمتحنهم خلال كليه الطب ان كان اكثر من كده، والا هتفقد نفسك بسرعه. فدي قصه الانتي اوكسيدنت. ماشي، هنقول كذا فيتامين ليهم انتي اوكسيدنت اكتيفيتي هنحفظهم مع بعض، بس اولهم هم ثلاثه، بس اولهم هو الفيتامين اي. طيب يا ترى ممكن يحصل نقص الفيتامين ايه يا جماعه؟ ممكن يحصل، واكتر مشاكل او اكتر عضو بيتاثر بنقص الفيتامين ايه هو العين، بتبقى مراحل متدرجه على حسب شده النقص بتاعت الفيتامين ايه، يعني تبدا الاول يقول لك انا بالليل ما بشوفش كويس، الرؤيه بتبقى عندي مشبره كده او مزغلله عيني بالليل اللي بيسموها نايت بلايندنس اللي هو العمى الليلي. بعد كده مش احنا قلنا هو مهم للجلايكوبروتينز، فخاصه تلقى عينك اصلا فيها سائل دمعي اللي هي بيدي اللمعه بتاعت العين، وهي دي اللي بيخليك ترمش بعينك من غير ما تحس، لان الدنيا مزحلقه بسبب السائل ده او التيرز دي او الدموع دي، هي مهمه جدا لانك انت طول ما انت فاتح عينك الهواء فيه ميكروبات، فربنا خالق التيرز دي ليها انتي مايكروبيال افكت، ده غير ان البلينكينج عامل زي مساحات العربيه كده اي شوائب بيروح ايه يشيلها قدامك عشان تشوف كويس، ولو اي ميكروبات ممكن برضو يلتقطها بحيث يعني يدمرها عشان ايه ما تصيبكش باي عدوى.
اللي لما يبقى عندك نقص في فيتامين ايه، طبقه السائل الدم دي مش بتتكون، فتبقى عينك جافه، فكانك بتجرح في جزاز عربيه بايدك. ليه؟ لان الدنيا مش ما فيهاش حاجه تزيت الامور او تزحلق الدنيا زي ما كان في طبقه من التيرز، فتلقى في جفاف شديد في العين، خاصة في الجزازة بتاعت العين اللي هي اسمها الكورنيا أو القرنية، والغشاء المبطن أو بيغطي البياض بتاع العين، في غشاء كده ممبرين كده رقيق بيغطي بياضة عينك، وتلقاه إيه نازل تحت يبطن الجفون العليا والسفلى أو الأبر واللور أيليدز، بيسميها كونجنكتيفا أو الملتحمة، دي كلها يحصل فيها جفاف، فتلقى أنت بدأت تحس بالرمش بتاعك بالبلينكينج، ويبدأ كل ما بتعمل بلينكي كأنك بتجرح في جزء عربية، فيبدأ يحصل الفيشرينج في الكورنيا، أو تبدأ تتجرح القرنية بتاعت العين اللي هي الجزازة بتاعت العين يعني، فيبدأ يديك حاجة اسمها كيراتو ماليشيا اللي هو إيه تشقق في القرنية، ويبدأ يحصل كمان التهاب في الغشاء اللي كان مغطي البياضة بتاعت العين اللي هو الكونجنكتيفا، فيحصل كونجنكتيفايتس. وفي عالم اكتشف بطش بيضة كده في الناس ديت اللي عندها نقص فيتامين إيه، سماها باسمه بيتوت سبوت. علشان اجرب لكم الامور، في صور انا حطيتها لكم للامراض ديت، لو ملاحظين الصوره اللي هي على اليمين ديت فيها البيتوت سبوت، لو شايفين في بطشه بيضه كده، شايفين البطشه البيضه ديت اللي هي في العين، لو ملاحظينها يعني على الصوره اللي في اليمين، وعلى الشمال في صورتين تحت بعض، دول اللي هي القرنية تشججت وبدأت المحتوى بتاع العين بز بقى منها. هنشوف برضو صورة تانية، شايفين الصورة اللي في وشكم دي اللي من فوق على اليمين، دي في نقطة خضراء، دي يا جماعة اختبار بنعمله في عيادة الرمد، دي داي أو صبغة لونها أخضر، المفروض لو جزازة عينك سليمة لو أنا قطرت لك منها مش هتحتفظ بالصبغه خلاص، هتنزل بره العين، لكن لو في شقوق بتبدا تدخل الصبغه في الشقوق دي وتحتفظ بالصبغه دي، فيقول لك ده بوزيتيف تيست للداي، دي معنى كده ان في قرحه في القرنيه. برضو لو تشوفوا الصوره اللي من فوق بس على الشمال، في البيتوت سبوت لو واضحه، في بطش بيضه لو واضحه يعني، ما اعرفش واضحه ولا لا يا جماعه، انتوا معايا؟ طيب تمام. دكتور واحد من تحت، اوكي من تحت هتلقى صورة على اليمين دي اللي هي برضو القرنية. الصورة ما بتتحركش عندي. مش موجود عندك في الكتاب؟ طيب لا مش موجود، مفيش صورة. ماشي ابقى بص، ابقى سرع الفيديو بعد كده وبص على الصور دي تاني، هتلقاها في الفيديو اللي هبعته لكم، موجود هو يعني، هي صور واضحه يعني، ما اعرفش بقى بسبب انكم تستخدموا موبايل ولا لا، ما علينا. المهم هتلقاها في الفيديو اللي هبعته لكم على اليوتيوب، ما فيش مشكله خالص، ممكن تسرع الفيديو وتبص بس على الصور بس ليس اكثر يعني. بالنسبه للصورتين اللي تحت على اليمين، في صوره العين اللي فيها كراتو ماليشيا او تشقق في القرنيه، الصوره بقى اللي على الشمال من تحت دي العين مطفيه، يقول لك العين مطفيه ليه؟ ما فيهاش الطبقه بتاعت الدموع اللي بتدي لمعه للعين خلاص. اما الصوره الاخيره ديت، فشايفين الغشاء اللي كان مغطي البياض بتاع العين اللي قلت لكم اسمه الملتحمه، غشاء رقيق خالص تقدر تشوفه في المرايه لو انت فتحت جفنك اللي من تحت او اللي من فوق، تلقى فيه طبقه غشاء كده رقيقه اسمه الملتحمه او الكونجنكتيفا، ده بيحصل فيها التهاب بسميه كونجنكتيفايتس. طيب نرجع تاني لاعراض نقص فيتامين اي، برضه بيحصل بما ان هو فيتامين فبيحصل نقص عام في النمو او بروس ريتارديشن، كمان هو مهم علشان الميوكوزا تبقى سليمه والسكن كمان يبقى سليم، فقال لك لما يبقى في نقص في فيتامين اي تلقى يبدا يحصل جفاف في الجلد بتاع الشخص ده، وتلقى جلده محبب كده، عامل زي جلد الوزه لما تشيل الريش بتاعها، حتى بيسموها جوز لايك سكن. انا ممكن اوريه لكم برضو في الصور، لو الصور واضحه قدامكم، هو ده الجوز لايك سكن اللي هو زي تعرف الواحد يقول لك واحد جسمه قشعر كده، فيبدا يحبب جلده كده ما يبقاش ناعم، فهو دي بالظبط كده، ده بقى بيبقى ثابت بقى، مش قصه قشعر ولا لا بيبقى ثابت، الجلد بتاعه كده ناشف ومحبب بالمنظر ده، ده نتيجه لنقص في فيتامين اي. في حد كاتب لي معلش انا لسه فاتح دلوقتي عشان ظروف عندي ما كنتش في البيت، مش مشكله خالص يعني عادي يعني مش اي مشكله. نرجع لي نكمل برضو أعراض نقص فيتامين إيه، ممكن يحصل كمان جفاف في الأغشية المخاطية وخاصة الغشاء بتاع المثانة البولية، تخيل بقى لو تشقق كمان الغشاء ده، تلقى البول بقى بتاعك ينزل في الشقوق دي وركن، وبدأ يبدأ يكون لك أملاح وحصوات
اللي هو ويبدأ يحصل كمان بكتيريال انفكشن وستون فورميشن بسبب الشقوق ديت اللي هو ركن فيها البول، فبالتالي بيبقى عرضه ان يتكون املاح ثم حصوات، وبعد كده كمان عرضه ان ايه يحصل انفكشن او التهابات بكتيريه. ده كان بالنسبه لفيتامين اي. ده اول فيتامين في الفات سوليبل فيتامينز. في عندنا بعد كده فيتامين دي اللي هو الكالسيتريول، وده اسمه كالسيتريول، واسمه الفيتامين مضاد لين العظام او الكساح اللي هو انتراكيتيك فيتامينز. وده في منه صراحه كذا نوع، بس يهمنا النوعين منه. نوع موجود في النباتات اسمه فيتامين دي 2 اللي هو ارجو كالسيفيرول، ونوع موجود في الانيمال انكلودنج الهيومن اسمه كولي كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3. ايه مصادر فيتامين دي؟ هو اولا في فرق بين دي 2 ودي 3، قال لك لا الاثنين بيحصل لهم ميتابوليزم سيميلارلي في الجسم، وهما الاثنين ليهم ايكوال بوتنسي كقوه يعني. فحتى لو واحد عنده نقص فيتامين دي وفي الصيدليه مش لاقي غير فيتامين دي 2 عادي، هو فيتامين دي 3 ما فيش اي فرق ما بينهم. طيب ايه مصادر فيتامين دي 3 في جسمك؟ والله هو ثلثينه بيتصنع من الكوليسترول اللي تحت الجلد اللي هو اسمه 7 هيدروكوليسترول، تحت تاثير الاشعه الفوق بنفسجيه او اليو في لايت، بيعمل لي فيتوليسيس فيه ويأكسده ويحوله الى كوليكالسيفيرول. تقول لي طب الاشعه الفوق بنفسجيه دي اقدر اتعرض لها ازاي؟ هي بتبقى منتشره في الكره الارضيه في لحظه الشروق ولحظه الغروب، يعني 5 ل 6 الصبح ومن 5 ل 6 المغرب. لكن ما حدش يقعد للساعه 2 الظهر في عز الصيف يقول لي عشان اكون فيتامين دي، مش هينفع. ثانيا لازم تبقى اكسبوزد، ما تبقاش بيرد خالص، بس هو بيتكون لازم اليو في يلمس الجلد، فهو انت المفروض يعني تبقى من 5 ل 6 مثلا واكسبوزد سكن للاشعه ديت عشان تبدا يتكون تحت جلدك فيتامين دي 3. اما التلت بقى بيجي من فين؟ بيجي من الاكل، ويمتص من خلال الانتستين ويدخل على الجسم. الكوليكالسيفيرول ده غني جدا، موجود في منتجات الاسماك وزيوت الاسماك الفيش اويل، وموجود برضو في صفار البيض في الايج يوك. ده مصادر الفيتامين دي، تلتين جسمك بيصنعها وتلت بيستمدها من الاكل بتاعك. طيب حتى بنقول احنا موجود في الكود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت، ومعاهم نضيف عليهم الايج يوك اللي هو صفار البيض. طيب سؤال، هو الكوليكالسيفيرول ده هل مثلا اكتف خلاص ويؤدي الفانكشن بتاعته مباشره كفيتامين دي 3؟ قال لك لا، ده هو تصنع او تم من امتصاصه من الاكل لكن مازال ان اكتف. ازاي يتنشط؟ عن طريق خطوتين، خطوتين من الهيدروكسيليشن. يعني ايه هيدروكسيليشن؟ يعني اضيف او اتش. خطوه بتحصل في الليفر عن طريق انزيم اسمه 25 هيدروكسيليز، وده بيضيف هيدروكسيل جروب في الكربون رقم 25، فيديني 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، يعني كوليكالسيفيرول في او اتش عند الكربون رقم 25. والخطوه الثانيه تحصل في الكدني، انه يبدا يحصل هيدروكسيليشن في الكربونه الاولى رقم 1 عن طريق انزيم اسمه 1 الفا هيدروكسيليز، علشان يديني مركب اسمه 1 و25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وهو ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 يا جماعه، واسمه الثالث كالسيتريول. عشان كده بيجي لك في الامتحان اكتيف فورم اوف فيتامين دي انكلود كالسيتريول ولا 1 و25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول ولا بوس اوف ذا باف ولا نون اوف ذا باف. هو بوس اوف ذا باف، الاثنين هم الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هو لما يبقى فيه 2 او اتش. طيب خلاص عرفت هو وبيجي مش المفروض اعرف الفانكشن بتاعته؟ ماشي، وظايفه ان هو بيحافظ على النورمال سيرم كالسيوم في الدم بحيث يحافظ عليها تبقى في النورمال ليفل، ما تزيدش وما تقلش. طيب ايه ازاي اللي بيحصل الكلام ده؟ ازاي يحافظ على نسبه الكالسيوم في الدم؟ لما يبقى يحصل نقص في الكالسيوم في الدم اللي هو هايبوكالسيميا، ده بيحفز الغده الجردلقيه انها تفرز هرمون خاص بها اسمه باراثايرويد هرمون. يبدا الهرمون ده ينشط لي فيتامين دي 3. الفيتامين دي 3 ده يبدا يشتغل على ثلاث اماكن في الجسم علشان يزود الكالسيوم في الدم. اولا يروح على السمول انتستون يعمل حاجتين، يحفز تصنيع الابيثيليال كالسيوم شانل، ودي قنوات يفتحها كده عشان يبدا يسحب الكالسيوم من الاكل الموجود في اليومن بتاع الانتستون،
ويدخلها جوه الانتيروسايت منها الى البلاد والديفرنت تيشو، وكمان يصنع لي بروتين اسمه كال بايندين، ومن اسمه كال بايندين ده كالسيوم بايندينج بروتين، بحيث يمسك الكالسيوم من الاكل ويساعد على امتصاصه. يروح على العظم كمان يا جماعه ويروح يحفز تحريك، مع العظم ده عباره عن اسمنت اللي هو البون بروتين، وفيها زلط اللي هي المينرالز اللي هو الكالسيوم والفوسفورس، يروح يحفز نشاط الخلايا اللي بتكسر العظم اللي هي الاوستيوكلاست عشان تبدا تحلل العظم ده وتاخد الزلط اللي فيه اللي هو الكالسيوم والفوسفورس وترميه على الدم. كمان على الكلى يحفز اعاده امتصاص الكالسيوم والفوسفورس من الكلى عشان ما يهربوش في البول ويطلعوا بره الجسم، يروح يرميهم مره ثانيه على الدم. وانا بقول اعاده امتصاص لانه هو بالفعل حصل لهم امتصاص اولي في الانتستين. بس في معلومه بقى، ان الباراثورمون هرمون اللي زاد افرازه ده عدو الفوسفورس، يعني اذا كان الفيتامين دي بيحب الكالسيوم والفوسفورس مع بعض، الا ان الباراثورمون تاثيره اقوى بالنسبه للفوسفورس، بيطرد الفوسفورس بره الجسم. عشان كده لو في نقص في فيتامين دي تلقى دايما الفوسفورس قليل. طيب افرض انا عندي الكالسيوم والفوسفورس نورمال في الدم، هل خلاص مش محتاج اكل فيتامين دي، مش محتاج اخد اي سبلمنت من الفيتامين دي؟ قال لك لا محتاج. وليه بقى؟ ما انت العظم بتاعك ده يا جماعه كل خليه عظميه دي ليها لايف سبان بتموت، ولازم تكون عظم جديد، والعظم الجديد ده محتاج مينرالز عشان يبقى قوي. فمين اللي هيسبلاي البون بالمينرالز؟ هو الفيتامين دي. ده مش بس كده، كمان ده ليجيو فيتامين دي بيساعد في تكوين بروتينات العظم، واهمها بروتين اسمه اوستيوكالسين. اوستيوكالسين يبقى دي المهمه الثانيه، مينراليزيشن اوف بون عن طريق ان هو يساعد ان هو يسبلاي الكالسيوم والفوسفورس للعظم، وكمان تصنيع البون بروتين زي الاوستيوكالسين. ليجو ان الفيتامين دي ليه علاقه بافراز بعض الهرمونات في الجسم، واهمهم ثلاث هرمونات زي هرمون الانسولين وهرمون الثايرويد جلاند اللي هو الثايرويد هرمونز يعني اللي هو تي 3 وتي 4 والباراثورمون هرمون. فليجيو انه معنى كده الفيتامين دي ده مهم عشان افراز الانسولين، عشان كده ليجيو الناس اللي عم بيجيها السكر بيبقى عندها نقص في فيتامين دي عن الناس اللي ما بيجيهاش السكر. ده مش كده وبس، الناس الدايابيتك ليجيو ان هم السكر بتاعهم بيتحسن بسرعه لما يبقى عندهم فيتامين دي كويس الليفل بتاعه، عن الناس اللي بيبقى فيها مشاكل في تظبيط السكر بيبقى الفيتامين دي بتاعهم قليل. عشان كده فيتامين دي مهم جدا في تظبيط السكر انه يبقى نورمال ليفل. مش كده وبس، ليجيو فيتامين دي بيحميك، هو ليه على فكره اميونو ستيمولانت، او يعني بيحميك او بيحمي جهاز المناعه من اي امراض، بيقوي جهاز المناعه، بيحميك سواء من العدوى البكتيريه او امراض المناعه الذاتيه. ممكن يحصل نقص في فيتامين دي، ممكن زي ايه بقى؟ انت ما لا تعرضت لليو في لايت ولا اكلت في الاكل بتاعك، او لا انت اكلته بس ما فيش امتصاص نتيجه لفي مشاكل في الجي اي تي بتاعتك، او لا ده انت تعرضت لليو في لايت واكلته وحصل امتصاص بس ما حصلوش اكتيفيشن نتيجه ان في مشاكل في التو اورجانز المسؤولين على الاكتيفيشن اوف فيتامين دي اللي هو الليفر والكيدني. طب ممكن يحصل اي اعراض نقص الفيتامين دي؟ على حسب، لو في الاطفال بيجيهم كساح او لين عظام اللي هو الريكتس، وفي الكبار بيحصل لهم هشاشه في العظم اللي هو الاوستيوماليشيا. الريكس ده ايه قصته؟ تلقى الطفل ما بينموش كويس، في تاخر في كل الديفلوبمنتال مايلستون بتاعته او في كل يعني معالم النمو، سواء يتاخر في المشي ديلايد ووكينج، يتاخر في الحبيه، يتاخر في الوقفه او الستاندينج، يتاخر في التسنين بتاعه، وتلقى فيه عنده تشوهات في العظام بتاعته او ديفورميتيز في اللونج بون، تلقى ركبه مثلا يعني مقوصه بيسموها بود ليج، او تلقى حاجه اسمها نوك نيها وراها لكم دلوقتي، تلقى راسه كبيره بيسموها بالروس بوكس هيد سكال، لدرجه انك تشك انه هو عنده ميه في المخ. ليه؟ لان قال لك العظم بتاعه طار، المفروض السكال بتاعتنا تبقى ناشفه، فلما ينمو البرين اللي بيحد النمو بتاع البرين المخ اسمه ده السكال انها ناشفه شويه، ده طريه، فالمخ بقى لاجي راحه بقى يمدد براحته وينمو براحته، تلقى راسه شغاله تكبر لدرجه كده غريبه يعني. انا هوريها لكم حالا دلوقتي، ادي الصوره بتاعت الريكتس اللي هو الصوره دي على اقصى اليمين، ده النورمال بيرسون، يليها النوك ني، تلقى ركبه لازقه في بعض وبعد كده فاتحه عن بعض، يليها الصوره اللي هي بتاعت الرجل المقوسه دي او البويد ليج، وده اخينا بتاع اللي هو ابو الروس ده بقول لكم عليه، راسه كبيره او بيسموها بوكس شيب سكال. طيب ايه تاني عايزين نعرفه؟ ازاي تشخص الطفل اللي عنده لين عظام؟ قال لك البايوكيميكال بروفايل بتاعه ده مهم جدا، ده في المعمل تلقى الفيتامين دي الاكتيف فورم بتاعه اللي هو فيه 2 او اتش ناقص، وهتلقى الباراثورمون كارفليكس زايد، بس سؤال الكالسيوم هلقاه نورمال ولا قليل؟
اكيد انتوا في دماغكم ان هو قليل، لا هو نورمال. عشان ليه؟ لان انا شغال اسحب كالسيوم من الكلى ومن الانتستين ومن العظم. هو ليه عظمه بيبقى طري وفي مشاكل؟ عشان شغال اسحب الكالسيوم منه عشان احافظ على النورمال بلاد كالسيوم. امتى الجا الكالسيوم قليل يا جماعه؟ في الفيري سيفير كيسز، لما يبقى الشخص ده ما عندوش اصلا كالسيوم ستور. عشان كده لما شخص يبقى عنده نقص فيتامين دي، لازم قبل ما اديله العلاج اطمن ان الكالسيوم بتاعه كويس، علشان الفيتامين دي يبقى كعلاج. ما ينفعش اديله فيتامين دي تريتمنت مباشره غير بعد ما اطمن على نسبه الكالسيوم. طب لو لقيت نسبه الكالسيوم قليله في جسمه، اديله الفيتامين دي على طول؟ لا، اديله شهر كده كالسيوم وبعدين اقيس واطمن ان الكالسيوم بيجي نورمال، ثم اديله الفيتامين دي. طيب الفوسفورس بقى ليه قليل؟ عشان انا قلت لكم البارس هرمون، هرمون بيكره الفوسفورس، وانا عندي البارس هرمون، هرمون زاد، عشان كده الفوسفورس بيحصل له اكسكريشن في الجسم بره، عشان كده بلقى الفوسفورس قليل. الالكالين فوسفاتيز بلقاه عالي. ليه بقى؟ لان الشخص ده شغال كل شويه يكون خلايا عظميه، وفي المقابل مش بيحصلها منراليزيشن، فيدي اشاره للمخ ده العظم اللي انت كونته ده ما ينفعش، كون لي عظم جديد. فدايما العظم او الاوستيوبلاست اكتيفيتي شغاله، فبالتالي بيفرز معاها الالكالين فوسفاتيز والجا عالي في الدم. فاكرين لو لما قلت لكم باثولوجيكالي بيزيد في حالات ريكتس، ادي تفسيرها هنا اهو. طب العيان بتاع الاوستيوبروزس يا جماعه ده ايه مشكلته؟ اللي هو سوري الاوستيوماليشيا. هو صراحه فيتامين دي يا جماعه بينقص في الاوستيوماليشيا، يعني في مشاكل في المينرالز، لكن الناس بيحصل مشاكل في البون ماتريكس بروتين بيبقى عندها اوستيوبروزس، ودي مش سببها نقص في فيتامين دي. قد يكون مصعب مع، بس انا الصراحه لو قلت لك انهي حاله بتحصل في الشخص الكبير، لا اوستيوماليشيا، اوستيوماليشيا اللي هو سوفت بون، تلقى العظم بتاعه طري شويه. يقول لك دايما يشتكي، يقول لك مفاصلي ورجلي وركبي وعظمي وعضلاتي كلها فيها الم ومزمن، كرونيك ماسكول سكريتال بين. وتلقاه ممكن لو اتكعبل مثلا في الارض يتكسر، يحصل له ايزي بون فراكشر، يتكسر بسهوله. طيب ده كان بالنسبه للفيتامين دي. فيتامين دي على فكره اشتغل زي الهرمون، عشان كده يعتبر لانه بيحتاج ريسبتور، يعمل لي فيتامين ريسبتور كومبلكس. فهم هو فيتامين ايه فقط، هم التو فيتامينز بيشتغلوا كهرمونز ما بين كل الفيتامينات. فجالك سؤال، ايه هم الفيتامينز اللي اكت از هرمون؟ هو فيتامين ايه وفيتامين دي. الفيتامين الثالث في الفات سوليا والفيتامين اسمه فيتامين كي او فيتامين مضاد للنزيف. ده في منه ثلاث انواع، او نقول في منه نوعين، نوع طبيعي ناتشورال، وده في منه تو اكزامبل اللي هو فيتامين كي 1 اللي هو الفايلوكينون، وفيتامين كي 2 اللي هو ميناكينون. طيب ودول بيختلفوا في المجموعه الكيميائيه الفرعيه اللي هو الراديكال سايد تشين او الار، ودول ناتشورال اوكيرنج فات سوليبل فورم. لكن السينثيتك فيتامين كي اللي هو بيصنع في المصانع على هيئه امبولات واجراس، ده اسمه مينادون او فيتامين كي 3، وده ما فيهوش اصلا سايد تشين، ما فيهوش ار. ايه المصادر بتاعت الفيتامين كي يا جماعه؟ مصادره فيتامين كي 1 ده موجود في النباتات زي السبانخ وزي الكرنب والجرنبيط وزيت الزيتون وزيت بذره القطن وزيوت الاسماك. فيتامين كي 2 دي بيقدر يصنعها جسمك من خلال البكتيريا النافعه وانتستين البكتيريا. وفيتامين كي 3 ده في المصانع، قلنا في يعني سينثيتك بيتصنع بره الجسم. وركزوا معايا، في فيتامينات كده بيصنعها جسمك لغايه دلوقتي، احنا خدنا فيتامين دي ممكن يتصنع في الجلد، وده فيتامين كي ممكن تصنعه البكتيريا النافعه اللي في الجسم. فخلي بالكم من الفيتامينات اللي بيصنعها جسمك ايه هم، عشان تبقى تجميع على اخر الايه الشابتر. ازاي بيشتغل فيتامين كي يا جماعه؟ هو بيحط كربون. نعم، مش احنا قلنا هو الفيتامين A و E و K و D دول essential عشان جسمنا مش بينصنعهم؟ انا جبت سيرت essential يا جماعه في الفيتامينز. لا ده من بدري. لا انت ممكن يكون يعني امور ايه يعني دخلت في بعضها سنه، هو مفيش حاجه اسمها essential خالص، ما جبتش سيرت essential في الفيتامين. انا في اثناء ما بتكلم في الفيتامين هقول لكم في فيتامين معين ده مش بيتصنع خالص، لازم ناخده في الاكل بتاعنا اللي هو فيتامين سي. لكن في فيتامينات جسمك بيصنعها، فمنها فيتامين دي بيتصنع في الجلد، وفيتامين كي بتصنعه البكتيريا النافعه، وهنشوف في اكزامبلز ثانيه للفيتامينات اللي جسمك ممكن يصنعها. طيب ايه هو الميكانيزم اوف اكشن اوف فيتامين كي؟ هو بيضيف كربون دايوكسيد في الكربونه او يعني في الجاما كربون،
انتوا فاكرين النمبرنج اوف كربون اتوم، مش كنا بنقول الكربونه اللي تالي الكربوكسيل جروب اسمها الفا ثم بيتا ثم جاما؟ هو الكربونه جاما دي بيضاف لها كربون دايوكسيد بتاعه الجلوتاميك اسيد بتاعه بروتينات معينه، يعني بيعمل جاما كربوكسيليشن اوف جلوتاميك اسيد اوف سيرتن بروتين فيعمل لها اكتيفيشن. طب ايه البروتينات اللي هو بينشطها الفيتامين كي؟ البروتينات الخاصه بتجلط الدم، الكواجوليشن فاكتور زي فاكتور 2 و7 و9 و10، ولازم نبقى عارفين ايه هي الكواجوليشن فاكتور اللي بتحب فيتامين كي وايه هي الكواجوليشن فاكتور بينشطها الهيبارين اللي هي 9 و10 و11 و12 لو فاكرينها، فلازم نعرف دي ودي عشان اسئله الام سي كيو. الاوستيوكالسين كمان الاوستيوكالسين يا جماعه ده بروتين مين بيحفز تصنيعه؟ احنا خدنا فيتامين دي بيحفز تصنيعه، وناخد فيتامين سي كمان قدام بيحفز تصنيعه، بس بيحفز تصنيعه بصوره ان اكتيف. مين بينشطه؟ الفيتامين كي. عشان كده لو قلت لك ايه الفيتامينات المهمه للعظم هتقول لي السي والدي والكي والاي. الاي ده اللي قلناه ساعتها عشان بينظم الاوستيوبلاست والاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، والفيتامين دي عشان بيدي كالسيوم وفوسفورس للعظم وبيصنع الاوستيوكالسين، والسي عشان بيصنع الاوستيوكالسين وبيصنع الكولاجين زي ما ناخده قدام شويه، والكي علشان بينشط الاوستيوكالسين او البون ماتريكس بروتين. فدول اربع فيتامينات مهمه لصحه العظم، الاي والدي والكي والسي. ماشي. ممكن استخدم فيتامين كي توبيكالي كده علشان لو واحد عنده يعني حاجه زي بيسموها نزيف تحت الجلد او ورم، او بعد العمليه في تورم كده في مكان العمليه بيعمل لها امتصاص، او واحد عنده دوالي في رجله بستخدمها، لو واحده عندها دارك هالوز حوالين الايز ممكن في كريمات كتيره فيها الفيتامين كي ده عشان انها تشيل الدارك هالوز ديت، او لو واحده عندها هايبر بيجمنتيشن زي الملازمة مثلا بتاعة البريجنانسي اللي تلقى اللي تشيك أو على الخد بتاعها في بقع سمرة كتير، في بعض الستات الحوامل بيحصل لهم القصة دي، فهو بيستخدم ككريم تفتيح للحاجات السمرة ديت، بس طبعا مع الانستراكشن ما ينفعش يتعرض لأشعة الشمس مباشرة، ولازم يستخدم كمان سان بلوك أو سان سكرين كريم علشان ما يحصلش التهابات في الجلد. طيب ممكن يحصل نقص فيتامين كي؟ بصراحه هو صعب شويه. ليه؟ لان لسه جايب ان البكتيريا بتصنعه في جسمك، طب ما بالك لو واحد لسه مولود حديثا الانتستين بتاعته سترايل، بيسموها سترايل انتستين، يعني ايه؟ يعني امعاءه معقمه، فبالتالي ما فيهاش بكتيريا عشان تصنع له فيتامين كي، فاكثر عرضه لنقص فيتامين كي هم الاطفال حديث الولاده. كمان لو واحد بيستخدم مضادات تجلط زي ناس المركبه صمامات، لازم يبقى الدم بتاعها سايل شويه عن الطبيعي، والا لو الدم راح على الصمام الصناعي واتجلط هيبدا يحصل جلطات للشخص ده ويموت، فلازم امشيه على انتي كواجولانت زي مثلا دراج اسمه ديكيومارول، وده بيمنع اصلا الاكشن بتاع فيتامين كي، فبالتالي يبقى عنده نقص في فيتامين كي. الناس اللي بتستخدم مضادات حيويه لفترات طويله زي ما هي بتقتل البكتيريا النافعه بتقتل البكتيريا سوري زي ما بتقتل البكتيريا الضاره بتقتل البكتيريا النافعه، فبيبقوا اكثر عرضه لنقص فيتامين كي. الناس اللي عندها مشاكل او امراض في الكبد بيبقى عندها نقص في فيتامين كي. طيب ايه اعراض فيتامين كي؟ اكتر اعراض لنقص فيتامين كي يا جماعه الاطفال حديث الولاده ممكن يحصل لهم نزيف بيسموه فيتامين كي ديفيشنسي بليدنج، وده ممكن يحصل لغايه 6 شهور من بعد الولاده. علشان كده المفروض بداوا يعملوا حملات توعيه ان لازم كل الاطفال حديث الولاده ياخدوا حقنه فيتامين كي كحمايه ليهم. القصه بالظبط بتحصل ان تلقى الطفل في السبوع بتاعه شغاله بقى جدته بقى ايه تهزه في الغربال الحلو ده وتهبده على الارض، تهزه وتهبده في الارض علشان يسمع كلام امه ما يسمعش كلام ابوه او العكس، فتلقى على نهايه الليله كده الولد وشه صفر وبهت وبدا يمنع الرضاعه خالص، وطاروا بيه على المستشفى يعملوا له أشعة مقطعية. شايفين الصورة اللي على الشمال دي؟ تبدأ تظهر الحتة البيضة دي اللي في المخ اللي هو نزيف في المخ. يا نهار أبيض، الولد حصل له نزيف في المخ، وبعدين والله هو ممكن لا إما هيموت لا إما هيعيش بس بنسبة تخلف عقلي. ده كله ده من الرجة بتاعت الغربال؟ للأسف. مش كده وبس، ممكن الولد يبقى عنده نقص بس مش شديد،
فيبدأ يحصل عنده نزيف بسيط، يعني يقول لك والدة الطفل تقول لك ده هو رجع دم بعد الرضاعة، أو بدأ البامبرز بتاعه فيه دم زي ما باين في الصورة اللي على اليمين. فده علاجه بسيط، لو هو نزل كميات صغيره من الدم يا جماعه بديله فيتامين كي انجكشن ودمتم مع السلامه، لكن لو هو كميه كبيره بحجزه في الحضانه وبرضه هديله فيتامين كي انجكشن، بس هضطر اديله انقله شويه دم عشان اعوض له الدم اللي هو نزفه، لان هو بيبي صغير فاي كميه دم بينزلها ممكن تاثر عليه مش زي الادلت يعني. طب ايه الحل؟ قال لك الحل الحقنه ديت اللي هي حقنه فيتامين كي، لونها اصفر عشان بيسموها حقن الزيت لان هي فات سوليبل، بس هي سيبته دي اللي بترج الطفل ده، هتقعد تقول حته لحمه حمراء ازاي هتدي له حقنه؟ حرام عليك انت مفتري، انت ما عندكش قلب. فاحنا اخترعنا فيلم كده بنقول لها الحقنه دي عشان الصفره ما تجيلهوش، هي تقتنع على طول. اذا كان عشان الصفره ماشي اديها له. هو اكشوال يا جماعه بيني وبينكم ما فيش حقن للصفره خالص، احنا بنقول الفيلم ده علشان الطفل يعدي مرحلة إن ممكن يحصل له نزيف في المخ، عشان نقنع جدته دي اللي هي إيه ماسكة الغربال على طول في إيدها، فدي خلاص حاجة خد الحقنة أنت اطمأنيت، ممكن تجي جاية لك في العيادة تاني بعدها بيومين تقول لك الواد بالرغم إن اديت له حقنة الصفرة يا دكتور جات له الصفرة، أمال إزاي؟ أنت بقى ترد بدبلوماسية وتقول لها أصل في أطفال بتستجيب وأطفال مش بتستجيب لحقنة الصفرة، فشكله حفيدك ده يا ستي من نوع ما استجابش للحقنة، فيلا مش مشكلة، أمر بقى أمر الله ونفذ. واحنا نديله علاج الصفره ومش مشكله. معلومه ليكم، هي حقنه الفيتامين كي بتؤدي لحدوث الصفره في الاطفال اللي عندها انيميا الفول اللي هو الفافيزم، يعني احد حدوث الصفره الشديده. لو انا مش منجم بقى ما اعرفش الطفل ده عنده فافيزم ولا لا، ده مرض وراثي بيظهر بعدين لما يكبر شويه، الطفل ده يبدا ياكل فول اخضر يجيني بقى بهتان ومصفر واعمل له تحاليل مجموعه من التحاليل كده اعرف انه عنده انيميا الفول، لكن هو لسه ريسنت ونيونيت لسه مولود حديثا انا ما اعرفش عنده فافيزم ولا لا. بس في بعض الاطفال مش بعض، هو اي طفل عنده فافيزم لو خد حقنه فيتامين كي بيصفر بعدها بيومين على طول. فايه اللي عايز اوصله لكم، يعني برغم ان احنا بنقول لهم دي حقنه بتمنع الصفره، دي مش بس ما لهاش علاقه بالصفره، ده كمان ممكن تبقى زي تسبب حدوث الصفره، ده كلام ايه بيني وبينكم يعني. طيب اخر فيتامين في الفات سوليبل فيتامين ده اسمه فيتامين اي او انتي ستيريليتي فيتامين او اسمه التوكوفيرول، هو الفيتامين المضاد للعقم. كيميائيا في اربع انواع الفا وبيتا وجاما ودلتا توكوفيرول، وهم بيختلفوا في وضع الميثايل جروب والتوكول رينج، ده كلام كيمياء. يهمني مصادر الفيتامين اي اللي هو الفيجيتابلز او الخضار والزيوت البذور زي زيت بذره القطن زيت الزيتون وزيت الذره وزيت جوز الهند. وظايفه ايه الفيتامين اي ده؟ اقوى انتي اوكسيدنت يا جماعه، احنا خدنا لغايه دلوقتي فيتامين اي وادي فيتامين اي اقوى انتي اوكسيدنت، وهو ليه له تاثير مضاد للعقم بس ده على حيوانات التجارب مش في الهيومن. طبعا هو كبسولات لونها صفرا زي ما انتم شايفين كده، اي فات سوليبل فيتامين بيبقى شكله بالمنظر ده. احنا بقى ايه قال لك طالما انتي اوكسيدنت بيحافظ على خلايا انها ما تتكسرش، بقينا نديها للاطفال الحديث الولاده، نفتح اسمها ايه دي الكبسوله بدبوس ونعصرها كده على لسانه، كل ايه كل اسبوع ندوله كبسوله كده، ندوله كبسولتين او ثلاثه على مدار 3 اسابيع. يعني ليه؟ لان دي بتقوي جدار الار بي سيز فبيحميها من التكسير فما يحصلوش صفره. اسباب نقص لا بس المره دي ده مش فيلم، ده حقيقه على فكره. يعني اسباب نقص الفيتامين اي لو واحد ما اكلهوش او في اي مشاكل في امتصاص الدهون، وطبعا بما انها ده فات سوليبل فيتامينز فمش هيمتص طالما الدهون مش بتمتص. يعني اعراضه صراحه هي مش ريليتد لبعضها ومش دقيقه، لكن لجوا الناس اللي عندها نقص الفيتامين اي ممكن اكثر عرضه لسرطان المعده، او ممكن يحصل له تغيرات في الجهاز العصبي بتاعه سينسيس تشينجز، ممكن يحصل له انيميا تكسيريه، عشان كده بقول لك بنداف الاطفال حديث الولاده بتوصف يعني اسمها اي فيتون تقريبا، بندوله كبسوله كده تحت اللسان ممكن مره او مرتين وخلاص، يعني جرعه او جرعتين بس، لان احنا قلنا ده فات سوليبل ممكن يحصل توكسيست لو انا اديته جرعات كتيره منه، وزي ما قلنا في حيوانات التجارب ممكن يحصل عقم. دي مجموعه من الاسئله، نفس الكلام بقوله في كل مرة، خدوا منها سؤال واحد بس وحلوه. متهيألي سؤال رقم 6 حلو وظريف، بيقول لك اذكر الأسماء الأخرى للفيتامينات التالية فيتامين A و D و E و K. نبدأ ناخد التدريبات بقى.
ايه بقى اجابه السؤال ده يا جماعه؟ انتوا ساكتين ليه كده؟ اجابه السؤال ده ايه؟ لا مش باين يا دكتور. بي يا دكتور. سي يا دكتور. بي يا دكتور. اجروا 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 الاجابه عشان نعرف تختار. The activation of bros thrombin. برافو عليكم برافو عليكم. طب السؤال الثاني. ريكيتس. برافو عليكم تمام. السؤال الثالث. التوكوفرول اللي هو فيتامين اي. انتي اوكسيدان. انتي اوكسيدان. تمام. السؤال الرابع. سي. برافو عليكم تمام. السؤال الخامس. ايه بيتا كاروتين. البيجمنت. البيجمنت اسمها ايه؟ سي سايكو. لا بي 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 يا دكتور. بي الرودوبسن يا جماعة. فأنتوا نسيتوا الرودوبسن ورودوبسن سايكل. الرودوبسن ده مهم خالص تكونوا عارفين. طيب احنا